السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي تكون وزير الشبيبة والرياضة، وين يرد على الابتهاج تاع الفيرما والفراشيط، والفيرما والفراشيط يعني بعد ما داروا ذاك التصريح تاعهم، ذاك البيان اللي داروه في السيت تاع الفيرما، وين باللي الوزير عطانا والوزير دارنا والوزير منا وصاييك وحنايا ومنا، ويخوفوا في رؤساء النوادي، يخوفوا في رؤساء الرابطات، يعني دخلوا فيهم واحد الخوف غير ربي اللي داري، ينرفيك يطرطق لك عرق بالعاني هكا. الحمد لله كان الرد سريع، الرد كان سريع من عند وزير الشبيبه والرياضه، يعني وين تكلم عطى امور توضيحيه لهذ الناس اللي يخرجوا بالخبر. ما تقلقوش، على تتقلقوا، ما تقلقوش. نهار اللي راحوا في سكيكده، هذاك عبد الله يقدح رئيس رابطه تاع سكيكده، شكي ربح؟ ربح ب 82%، نسبه الربح تاعو 82.2%. والغاولة ملغي، الدوسي تاعو تقاس، الدوسي تاعو تقاس، كل خاتش عليه. وزارة الشبيبة والرياضة دارت ممثلين تاعها يحضروا في الرابطات، يسني ما يسنيش، ويديروا تقرير ويدرسوا ويدرسوا الطعن ويدرسوا. سمعوا، شو معنا سمعوا. خص المسار الانتخابي المحلي، كما تعلمون كانت أصدرت وزارة الشباب والرياضة مذكرة منهجية مفصلة اسمعوا تحدد شروط وكيفيات الانتخابات على كل مستويات. سمعتوا معنا لهنا. شوف، هما هذو تاع الرابي، هذو تاع الفيرما، جابوا كلام اللي يخوفوا به الناس، برك جابوا كلام باش يخوفوا به الناس. صح، ما تكلموش واش راه يتكلم الوزير، شتا كاين في البيان كونتلي، جا كاين في البيان مكاش. تحدد ايضا الشروط القانونيه والاجراءات القانونيه لسير هذه الانتخابات. على هذا الاساس كنا كما تبعتم نصبنا لجان ولائيه في كل ولايات يترأسها مدراء الشباب والرياضه، وكاين لجنه مركزيه على مستوى الوزاره مدراء تاع وزاره الشبيبه والرياضه، لي بدلهم كاع طردهم وجاب هو جابهم حطهم، وزيد ممثلين تاع الوزاره يحضروا. سمعتوا معنا؟ متابعه عمليه تجديد الهياكل. سمعتوا؟ سمع. انتخابات على كل مستويات، وتحدد ايضا الشروط القانونيه والاجراءات القانونيه لسير هذه الانتخابات. على هذا الاساس كنا كما تبعتم نصبنا لجان ولائيه في كل ولايات يترأسها مدراء الشباب والرياضة، وكاين لجنة مركزية على مستوى الوزارة لمتابعة عملية تجديد الهياكل على المستوى الوطني، أي اتحادية الرياضة اللي جاية قريب إن شاء الله. إذا الوزارة تتابع عن كتب مجريات الانتخابات المحلية، ولن تتوانى ولا تتوانى أبدا في التدخل كلما كانت معاينة لاختلالات أو خروقات أو عدم تطبيق القانون، كما تفضلت، كما كان الامر بالنسبه لولايه سكيكده، ولايه بويره، وربما ولايات اخرى. حبيت نقول في كل مره نعاين خروقات سنكون بالمرصاد ونتدخل لتدارك الامور وارجاعها الى نصابها القانونيه. لازم تعرفوا ايضا ان الطعون تدرس اولا على مستوى اللجان المحليه، احنا درنا هذه اللجان المحليه هي اللي تدرس الطعون. لازم تعرف، نعطيك برك رقم باش تكون عندك تصور واضح، تلقينا 75 طعن من اصل 11000 عمليه انتخابيه، هو عدد قليل مقارنه بالزخم الكبير تاع العمليات الانتخابيه. وهذه الطعون تدرس على مستوى اللجان المحليه، واذا كان هناك حاجه باش ندرسوها على المستوى المركزي ندرسوها وناخذوا الاجراءات. انا ناكد باللي الوزاره ستحرص على تطبيق القانون، وستتدخل في كل مره ينتهك القانون، واغتنم ربما هذه الفرصه باش نعاود نجدد تعليمات الى مدراء الشباب والرياضه باش يسهروا على تطبيق صارم القانون، يسهروا على تطبيق مقتضيات المذكره المنهجيه، خاصه يلتزموا بواجب الحياد والنزاهه
والشفافيه في هذه العمليه الانتخابيه. ايوا باش الناس خدت عليها البارح الفيرما دارت بيان قال لك منا وخرجوا ناس قال لك مول الفيرما راح متحكم كاع في الروبوت متحكم على بالنا انت تنظم الفيرما تنظم برك قال لك المعاينات ومدراء شبيبه ورياضه اللي دارهم الهادي ودعلي دارهم في اكتوبر اللي قلع اللي كانوا مقبل اللي كان دايرهم الهادي والدعلي قلعهم كاع ودار ناس جدد نظم عرف شنو غايدير هما بغاو يديروا هذا الانتخابات بغاو يديروهم العام تما العام اللي فات تما بالك بغاو يديروهم في نوفمبر هو قبل حبس وقلع مدراء الشبيبه والرياضه قلعهم كاع زاد غير وبعد زاد دار لجنة مستقلة تتابع الانتخابات وأصحاب التعيينات تعين مكاش تعين مكاش باش تسمع مليح شاهدر ما تجيش تخوف الغاشي بسطاتي اللي درته خاطش سطاتي اللي درته ماشي كامل سطاتي اللي درته ماشي كامل لأصحاب الفراشيط الفرشيطة والمغرب والطبسي والزلافة والكسكاس ماشي كاملين جوج اليوم نتوما تحضروا جايين على بالك انا شعمل واحد قال لي شو بي راه انت قلت يا ودي انا قلت واه وزارة الشبيبة والرياضة هدرت على الانتخابات تاع اللي كانوا يبكوا عليها وباغيين يديروا صحابهم كيسموها تاع رئيس الرابطة رؤساء الرابطات كيما نقولوا حنايا في تاع رئيس الرابطة المحترفة ورئيس الرابطة تاع ما بين رئيس ما بين الجهوي ورئيس الرابطه ثلاثه رؤساء رابطه تاع النساء هذه هي اللي بغاو يديروها صح هادو غادي يخرجوا ان شاء الله بربي زيرو وكلش البوطات اللي درتوهم تاع كيسموها على بالك بلي كاين الانتخابات تاع في الولائي اللي تلغاو لغاوهم من وزاره الشباب والرياضه لغاوهم كاين رؤساء جهوي كيما نقولوا حنايا كيما هذاك عبد الله يقدح تاع سكيكدا تاع البوير تاع البويره وتاع كاين بزاف اللي تلغاو فانيك راحوا تلغاو هذوك الانتخابات اللي داروا مول الجري وزقاو منا تلغاو وراهي جايه على تاع داك تاع قالمه وجايه تاع سوقه راسو جايه يتلغاو فانيك غادي يتلغاو هذه هي مكاش مخايدين تلغاو هادو خاطش على واش رانا نشوفو هبا كاين خروقات هنا في تاع وهرن الجهويه تاع وهرن لهنا ومعينين تاع تموشنت معينين وباغيين تاع تموشنت يجي معينينه باغي نمر بالسكران يجي تاع تموشنت معينينه نورمال رؤساء الانديه كاع مدعمين تاع العامريه نور الدين السماحي هذا كاع معاوني كاع مدعمينه وكاع عاطينو تأييد بصح التعيين صعيب تا يجيك من التليفون طفى يحط هذاك يقلبوا الصندوق هذو يعرفوا يقلبوا الصندوق برك أو جلوه تجيب الفراشيط وما يتقلب الصندوق ولا هاك تشوف ها وين وصلتوا اربدوا يديكم تبغى يجيب لكم الزلايف والفراشيط والمغارب بغى يجيبهم من الخارج بالأورو قاع يخدموا خدمة واحدة كي تاع الخطوط الجوية كي قاع هما قاع كيف هما قاع خلايا نائمة احنا في الزبل يدمرك الزبل وحنا في الزبل هاك تشوف كاع خلايا نائمه هادو انا نقولها لكم ونعاود كاين عصابه اللي راهي برا اخطر من العصابه اللي داخل والله لا شوف اللي راهم برا صعاب اللي هاك تشوف سيوله الاموال الماء تريسينتي بزاف صوالح كاين صوالح راهم يسراو على بالك بلي اللي راهم بلاك اللي راهم في الحبس ارحم من اللي راهم برا اللي بقاو برا بعدين دخلكم ليه في لسانكم